ممثلة لسيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو، قامت أمس عمدة بلدية جمينة السيدة مريم جيمة عبيدة بزيارة للمعرض السوداني الخاص بالصناعات السودانية. وكان في استقبال ممثلة سيدة البلاد الأولى مدير رئيس مجموعات شركة جيادة وسفير جمهورية السودان لدى البلاد سعادة عبد العزيز حسن صالح. محمد عثمان بشير وتفاصيل هذا الخبر. بعد أيام من افتتاح هذا المعرض الخاص بالمنتجات السودانية الصناعية بقصر 15 من يناير والذي كان بحضور قيادات الدولتين، قامت هذه المرة عمدة بلدية أنجمينة مريم جمع عبيد ممثلة لسيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو بزيارة لهذا المعرض الذي تم فيه عرض أكثر من 232 منتجا من صناعات جمهورية السودان الشقيقة، حيث شملت زيارتها مختلف أجنحة المعرض برفقة المسؤول الأول لهذا المعرض. وأكدت ممثلة سيدة البلاد الأولى عن إعجابها الكبير من هذه المنتجات المختلفة. جيت باسم هنا المرأة الأولى هند ديبي إتنو، أول هي كان تجي تشيف المعرض ده وبس لقيت أوكيباسيون ما قدرت جات ورسلني قالت نجي نشيفها باسمها، وأنا جيت شفتها وكنت فرحانة ولازم نمشي نوريها الفرحة اللي أنا هسه لقيتها ده. ونشكر الشركة جياد اللي أدت كادو لبريمير دام هند ديبي إتنو، كادو هذا السيارة اللي هسه شفتوها دي، ونشكرهم باسم هنا المرأة الأولى هند ديبي إتنو. وأنهت ممثلة سيدة البلاد الأولى مريم جمع عبيد زيارتها باجتماع عمل مع مسؤولي المعرض، قدمت خلالها رسالة السيدة الأولى المشجعة لهذا المعرض في إطار التعاون والإخاء مع جمهورية السودان الشقيقة. واستلمت ممثلة سيدة البلاد الأولى هدية رمزية مقدمة إلى السيدة الأولى من قبل مسؤولي المعرض.